شكرا جزيلا. والآن سنفتح الطرح للمناقشات والردود. ومرة أخرى شكرا جزيلا للأخوة المتابعين اللي فاق عددهم الآن فوق 890 شخص، وهناك الكثير من الأسئلة والمداخلات، فيعني الرجاء اعذرونا أن لم نستطع التطرق إليها كلها. وسأبدأ بأول مداخلة أو سؤال أتتنا من محمد المري، يقول يوجد قانون شبيه قانون 72 في قطر اللي هو ضد التطبيع، فممكن أيضا نربطه عموما بما هي القوانين الشبيهة عموما في دول الخليج التي تواجدت ضد التطبيع. فأولا مع الأخ سعيد. طيب أنا يعني صوت واضح؟ أي واضح. يعني أنا كمواطن في هذه المنطقة لا يعتريني شك وليس لدي أي قلق من أن هذه القضية الفلسطينية هي القضية الوحيدة التي نتجاوز فيها كل خلافاتنا ونتوحد من أجلها ونتجاوز كل، مثل ما تفضلت سمية، أن نتجاوز كل خلافاتنا وأطيافنا وطوائفنا. لذلك لا قلق من وجود إجماع دائم على هذه القضية. النقطة الأخرى أن كلما اقتربت الأنظمة الخليجية من الكيان الصهيوني الغاصب كلما ابتعدت عن شعوبها، لأنه المزاج الشعبي، الوجدان الجمعي، هو وجدان داعم للقضية الفلسطينية. هذا الكيان الصهيوني هو كيان منتهك لحقوق الإنسان الدولية، هو كيان غاصب، هو ما زال ينتمي للحقبة الاستعمارية، الحقبة التي تحتل دول ليست لها، تصادر أراضي ليست لها. لذلك هناك مبررات كثيرة تستوجب أن نظهرها ونشتغل عليها بشكل دائم. بالنسبة للقانون، قانون 72، هناك قانون شبيه أيضا في عمان على سبيل المثال، يعني قانون دخل تاريخ النفاذ بتاريخ 29/6/72، وينص في مادته الأولى: يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية. أظن أن هذا القانون ويعاقب، يعني أيضا من الأشياء اللافتة أنه يعاقب بالأشغال الشاقة، يعني كما ترد في المادة السابعة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المواد بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 ولا تتجاوز 10 سنوات، إضافة إلى غرامات تتجاوز 5000 أو لا تتجاوز 5000 ريال. هناك في تغليظ للعقوبة. هذا القانون ما زال نافذا، لم أسمع أي قانون ألغاه إلى الآن. هناك قانون آخر في البحرين من 63، هناك قانون آخر في الكويت من 64. ما أريد أن أوضحه بأن جهود الشعبية لمناهضة التطبيع ومقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني هي سابقة حتى للكيانات الدول الموجودة الآن في منطقة الخليج من منتصف الخمسينيات، من الثلاثينيات من القرن الماضي. لذلك أنا في تصوري أنه علينا، نعم، أن نشتغل، علينا أن نعمل، علينا أن نفكر بأفكار مبدعة، لكن لا نقلق، لأنه الرحم الشعبي ولاد دائما وأبدا لرفض هذا الكيان. الآن قد تختلف، مثل ما تفضل أخي سلطان، الحسابات الجيوسياسية، حسابات بعض الأنظمة تريد أن تحقق مكاسب. هناك في واشنطن رجل يسكن في البيت الأبيض مهزوز قد لا يستمر إلى شهر ما بعد نوفمبر. هناك حسابات لحكام جدد يريدون أن يعتلوا العروش في هذه المنطقة، لكن هذا كله سيتجاوزه الزمن، وستبقى القضية الفلسطينية هي القضية العربية الأولى، وسيبقى الشعب العربي والشعب هنا في منطقة الخليج داعما ومساندا لأشقائه إلى أن ينال الفلسطيني كامل حقوقه على أراضيه.
شكرا جزيلا سلطان وسمية، سمية المجذوب كان أيضا. نعم شكرا لك أخوي سعيد، وأضيف أيضا يعني قوانين مكاتب المقاطعة أو يعني تحريم المقاطعة في دول الخليج انطلقت من منظومة جامعة الدول العربية. يعني جامعة الدول العربية أطلقت قانون سنة 1951، ويعني بعد هاي القانون دول الخليج تحركت وأيضا سنت قوانين بإنشاء مكتب للمقاطعة. فحتى النص اللي أنت قريته يتعلق بعمان تقريبا هو نفس النص الموجود بالبحرين. وأعتقد في دول الخليج السعودية كانت أول دولة اللي يعني طبقت مسألة المقاطعة الاقتصادية، وتأكد أنه ما في أي بضائع أو شركات لها علاقة بالكيان الصهيوني ترخل إلى أراضيها. القانون البحريني بس تعقيب سريع، يعني هو تم سنة 1963، ولكن للأسف الشديد المكتب الذي يعني تم تأسيسه وحطوه تحت الجمارك تم إغلاقه سنة 2005. لا نعلم بالضبط لماذا تم إغلاق هذا المكتب سنة 2005، ولكن يعني في رواية يعني قيلت في خلينا نقول في الخطابات الإعلامية أن كان في ضغط من الحكومة الأمريكية ومن الكونغرس لما وقعت البحرين اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، وكانت يعني أحد مطالب الكونغرس أو الحكومة الأمريكية في ذاك الوقت إن إحنا ما بنوقع الاتفاقية إلا إذا أنتم سكيتوا مكتب المقاطعة، فاستخدم هذا المكتب كورقة ضغط إلى حد ما. يعني إحنا مثل ما قلت يعني نستغرب ما ندري هل هاي القصة كلها ولا لا، لأن الدول ما زال عندها سيادة تقدر توقع اتفاقيات ويعني تكون عندها تحفظات على بعض البنود. فيعني ربما هاي الاتفاقيه مالت التجاره الحره الاف تي اي يعني وقعوها، لكن البلد عندها القدره انها يعني تتحفظ على بعض البنود. فلذلك يعني في البحرين احنا يعني سكوا المكتب، لكن القانون ما زال ساري، يعني قانونيا هذا القانون ما زال ساري في الساحه البحرينيه. شكرا جزيلا الاخ عوض. لا أخ عوض أنت على ميوت، بس لو مرحبا مرة أخرى. بس دكتور بتكلم بخصوص مواضيع القوانين المقاطعة، وهي كما يعني كما ذكر الأخ سعيد هي تقريبا نفس النص، يعني في الكويت في 64 كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع حيهات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم، تقريبا النص حرفي. كذلك العقوبات نفس الشيء، يعني أشغال شاقة مؤقتة، غرامة مالية ضخمة. لكن في الكويت كانت يعني قبل 64، يعني مكتب المقاطعة في الكويت في البداية كان لجنة لكل مواطن خفير، كانت لجنة اجتماعية أسسها النادي الثقافي القومي أتوقع في 52 يمكن أو في 51. بناء عليها تم تأسيس مكتب مقاطعة إسرائيل الأول في 57، يعني هذه سبقت حتى استغلال دولة الكويت. وبس شكرا لك. شكرا جزيلا. عندنا مداخلة ثانية أيضا من سارة مسافر تقول نقطة أخرى هي ضرورة الالتفات للتعليم والمدارس والمناهج والمساحات الافتراضية اللي يسكنها الصغار والكبار من أفراد مجتمعاتنا في الخليج. معنا سلطان، الأخ سلطان العامر. مرحبا، شكرا مرة ثانية للأخوة اللي تكلموا وللمشاهدين. طيب بالنسبة لهذا الموضوع يعني أحاول أجاوب عليه بالطريقة التالية. يمكن القول أنه في الفترة الماضية 50-60-70 سنة الماضية كان الخطاب المهيمن في وسائل الإعلام والتعليم العربية والخليجية معها هو خطاب داعم للقضية الفلسطينية بشكل مهم، ولكن لأنه مهيمن، لأنه لا يتيح مجال للخطابات الهامشية التي يعني مناهضة للقضية وكذا، زين، يتسبب كأي خطاب مهيمن آخر يتسبب بتضاؤل واضمحلال الحاسة النقدية داخل المنتمين لهذا الخطاب. وايضا هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه نفس الخطاب هذا في الفترات الاخيره خصوصا فيما بعد حرب 67 تم اعاده تأطير القضيه بشكل جعل من السهل للخطابات المناوئه للقضيه الفلسطينيه
أنها تكتسب زخم عبر استغلال هذه الفجوات في الخطاب. فمثلا في ثلاث سمات رئيسية ركز عليها الخطاب السائد سابقا حول القضية الفلسطينية تخلق الآن مشاكل للمدافعين والمؤيدين للقضية. الأولى أن تصوير القضية الفلسطينية بشكل رئيسي على أنها تصوير أنها قضية مقدسات، مقدسات إسلامية وليست قضية شعب تحت الاحتلال. هذا أنا لا يعني لا أقول أنه ليست قضية مقدسات، لكن أقول أن التركيز على هذا الجانب يتيح المجال لطرح حلول لحماية هذه المقدسات بدون ما تتضمن مواجهة الاحتلال وكذا. فمثلا حين نشوف الآن أنه في خطاب يقول الآن يسمح للمسلمين في الصلاة في مسجد الأقصى وكذا، أو أن تم حمايته أو كذا وكذا وكذا، بدون ما يتم التطرق للقضية الاحتلال. فتطوير القضية على أنها قضية مقدسات إسلامية يفصل قضية فلسطين عن الشعب الفلسطيني. الجانب الثاني هو تصويرها على أنها مآت إنسانية تطرقت لها إسرائيل، أنها قضية مأساة تصوير، وهي مأساة، لكن لا نصورها على أنها مأساة بشكل حصري، فنحن ننزع فاعلية عن الفلسطينيين أنفسهم وننظر لهم على أنهم فاعلين سلبيين ينتظرون منا المساعدة والدعم وكذا. وأيضا يتم تصوير الدعم الإنساني، المعونات والغذاء وما إلى ذلك، وهو مهم زين، تصويره على أنه هو الدعم المطلوب وليس الدعم بما الدعم للقوة الفلسطينية للتحرر من الاحتلال. فيصبح قضية التحرر من الاحتلال مهمشة، ويتم إبراز وتأكيد الدعم الإنساني لأن القضية صورة، وينتج عن هذا التصوير على أنها مأساة إنسانية أشياء غريبة. مثلا يعني في أشخاص في تويتر وكذا يدخلون سناب شات بعدين يحطون في الخريطة مواقع مدن فلسطينية ويشوفون الفلسطينيين مثلا يرقصون أو يأكلون كنافة أو يضحكون أو يتزوجون أو كذا، يقول كيف الحين تضحكون علينا وتقولون إنهم تحت الاحتلال وكذا وكذا. فهذا فيصير هذا التصوير والتشديد والتأكيد على مأساة الإنسانية وأنهم شعب يعني لا حول له ولا قوة وكذا وكذا وكذا، يجعل مجرد المظاهر البشرية الطبيعية اللي هي يعيشها في الإنسان كافية للتشكيك بالخطاب المؤيد للقضية. النقطة الثالثة وهي أنه الخطاب السابق المناصر للقضية قدم نوع من التقديس للحركات المقاومة وما إلى ذلك وكذا زين، فلم وهذا التقديس زين يجعل أي شخص مناهض للقضية الفلسطينية لما يروح يفتش في تاريخ هذه الحركات وكذا ويجد مثلا هذا المشكلة وهذا الخطأ وهذا الموقف الكذا وكذا وكذا ويجمعها بطريقة ما يجعلها من السهل جدا تحويل هذا التقديس بسهولة إلى شيطان. والمطلوب في وضعنا الآن الحالي الجديد أننا نشتبك نقديا مع هذه الخطابات السابقة والحالية، أن الخطاب الحالي اللي جالس ينتشر اللي كان هامشي فترة طويلة جدا والآن قاعد يتحول إلى خطاب شبه يعني له حضور وسيد خطاب فعال ونشيط زين، يعني أنا أقدر أرصد قنوات باليوتيوب، مواقع بالصفحات في تويتر والفيسبوك، شبكات من الأشخاص يتعاونون ويتناصرون فيما بينهم على تفكيك ومواجهة ونقد وإثبات صحة صوابية موقفهم المناهض والمشيطن للقضية الفلسطينية، ويستخدمون كافة الأدوات المتاحة من أدوات وسائل أدوات متاحة في وسائل التواصل الاجتماعي، أدوات تتعلق حتى يزينون وثائقيات، يزينون أشياء وكذا وكذا وكذا. فيصير دور دورنا إحنا نحن نتجاوز التأكيد والتشديد على الحقائق والافتراض أن الجيل الجديد يتفق معنا على المسلمات اللي إحنا نشأنا عليه، وبالتالي يجب الاشتباك مع الوسائل التواصل الجديدة والتعليمية والإعلامية وكذا بخطاب يعني يوضح كافة الأشياء من الأشياء الترفيهية إلى الأشياء إلى جعل دعم القضية الفلسطينية موضة. مثلا الآن في الدول الغربية وكذا
الموضة الجديدة عند الشباب الصغار إنه يدعمون القضية الفلسطينية، صارت شيء يعني جزء من الهوية إنك أنت تكون إنسان حديث، إنسان مناصر للعدل والحقوق والحريات وكذا. وإحنا نشوف في الخليج بسبب اشتباك هذه القضية بالخطاب السابق، خصوصا اشتباكها مع حركات إسلامية التي تعاني الآن من انحدار وأعداء ومواجهة وكذا، فيصير الواحد عشان يبين نفسه إنه حديث وإنه خلاص أنا متجاوز للخطابات الإسلامية، أيضا وأنا متجاوز للقضية الفلسطينية، لأنها في مخيلته وتصور أنها مرتبطة جدا بالفلسطينية. فدورنا إحنا نعيد التأويل ونحت تصور جديد للقضية، بحيث إنه يجعلها قائمة بشكل رئيسي على أنها قضية شعب تحت الاحتلال، وأن هذا الشعب مثله مثل الشعوب، ما في شيء مقدس ولا في شيء مشيطن، مثله يخطئ ويصيب وكذا. زين، وأيضا أنها تنطلق من تضامن، والتضامن يختلف عن التصور اللي يقوم على المساعدات الإنسانية، أن الفلسطينيين أنداد مساوين للتضامن، وأنهم ليسوا أقل منا، بحيث أنه حنا اللي نعطف عليهم ونعطيهم كذا. بعدين لما نشوف انتقاد فلسطيني وكذا نقول هذا يعني غير أوفياء ومتنكرين للجميل وكذا. هذا التفكير لا ينشأ إلا من تطور هرمي بالعلاقة بين الشعوب الخليج وشعوب الشعب الفلسطيني، بمعنى أنهم أقل منا وإحنا كنا نساعدهم. فلما شو اسمه فلما يعني فلما الآن نشوف منهم نكران أو انتقاد أو ما إلى ذلك، يحدث يعني استنكار للوضع. لكن بعادة تأويل القضية باعتبارها تضامن بين متساويين، متساويين ليسوا ملائكة ولا شياطين، منهم المصيب منهم المخطئ، يصير أعتقد أنه هذا يفتح مجالات وآفاق أخرى جديدة للحوار. شكرا على الإطار. شكرا جزيلا. هو إيه عمر، ممكن أضيف على نقطة إذا تكرم؟ إيه حياك أكثر عمر. يعني أنا في تصوري أنه اليوم الشعب في منطقة الخليج متجاوز هذه الصورة النمطية، أنه يختزل فلسطين في فتح أو يختزل فلسطين في حماس فقط. الشعوب اليوم متجاوزة لهذه، ما فعلته إسرائيل باتفاقيات ما يسمى بالسلام أنها كشفت هذه الفصائل المتناحرة على السلطة وأدخلتها في منظومتها الفاسدة. وبالتالي منذ منتصف التسعينيات إلى اليوم، أنا نتكلم الآن عن آخر 30 سنة أو آخر 20 سنة، لم تفعل إسرائيل إلا أنها كشفت نماذجها الداعمة للسلطة التي تريدها، سواء كان في الداخل الفلسطيني أو كان في بعض الأنظمة العربية. الشعب العربي الشعب هنا في منطقة الخليج مدرك وناضج ويرى ويتابع ويشاهد ويرى بأنه القضية الفلسطينية أكبر من فتح، القضية الفلسطينية أكبر من حماس، وأنه عندما يدعم الفلسطيني في أن يعود من الشتات والمنافي إلى أرضه وإلى حقله وإلى بيته، يعني هو لا يدعم السلطة الفلسطينية، لا يدعم فتح أو لا يدعم حماس حتى، يعني بهذا الفصيل السياسي الضيق. لذلك أنا أظن أنه هذا الجانب مهم جدا التأكيد عليه، الناس مدركة وواعية لذلك. ليس صحيحا أنه الناس ليست مدركة لفساد السلطة الفلسطينية، ولا ينبغي أن نؤكد ذلك، أن فلسطين هي السلطة الفلسطينية، فلسطين هي فتح، فلسطين هي من يمثلونهم في وسائل الإعلام. هذا كلام غير صحيح. الضمير الفلسطيني موجود مشع ومشرق ويصل لكل. أريد فقط هنا أن أذكر على سبيل المثال بائع خضار في يعني إحدى أسواق عمان يتبرع بقوت يومه، يتبرع بما يحصله في ذلك اليوم تبرعا للقضية الفلسطينية. هو لا يهمه من يحكم فلسطين أو الشكل السياسي الذي يحكم فلسطين. هذه نقطة. النقطة الثانية في موضوع التعليم، أريد أن أضيف، التعليم كان في السابق بمفهومه التقليدي، نعم نحن تعلمنا على فلسطين وداري ودرب انتصاري، لكن اليوم التعليم بالنسبة لهذا الجيل الجديد ليس وحده الذي يعبئ الذهون ويصنع الوعي. التعليم خاصة مع وجود هذا الانفجار التقني والرقمي ليس هو
الوحيد لتشكيل الوعي. لذلك إذا كان التعليم أحد أدوات السلطات وأحد أدوات الأنظمة تعبئه كيف ما شاءت، تنزع هذا النشيد، تنزع هذه القضية، تكثف على قضية أخرى، هناك وسائل وسبل يستطيع الشعب، يستطيع الناس سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أن يتشرب دعمه لهذه القضية العادلة. وهنا أؤكد على دور الأسرة الذي يتجاوز دور أي دولة، يتجاوز دور أي نظام. الأسرة عليها أهمية، عليها أو يعني عليها دور كبير في أن تنشئ الأجيال القادمة، تحاول أن تضيف، أن توجههم، أن تزرع فيهم هذه القضية، وإلى أن يصل الناس، إلى أن يحصل الناس على أراضيهم كاملة مكتملة. شكرا جزيلا. ويمكن أيضا أنا أضيف، هنا كان في سؤال من نفس يقول هناك تركيز وإساءة أن دولة فلسطين هي من تخلت عن قضيتها، كيف يسعنا الرد عليهم بالمنطق والحجة؟ أظن تطرق إليه الأخ سعيد وأيضا الأخ سلطان، فممكن أيضا ندمج هاي مع الجانب اللي عن التعليم. وعندنا الآن الأستاذ إسراء تتكلم أيضا. أرغب بالرد على مداخلة سارة عن موضوع التعليم، لأن يعني عندنا في الحالة القطرية أن المؤسسة التعليمية تم استضافة مؤسسة راند اللي هي مؤسسة موجودة خارج قطر في أمريكا لإعادة يعني لتغيير النظام التعليمي. ودائما يعني يتم التطرق لهاي المستشارين الغربيين وكأنهم يعني ناس عامة يعطونك معلومات عامة ويحاولون يحسون التعليم، بس يعني لازم نأكد إن يعني المعرفة قوة، وهاي الأنظمة والأشخاص اللي قاعدين يحاولون ويطورون مؤسساتنا التعليمية عندهم ما يبيعين من يعني مو بمحايدين في القضايا هذه، ما عندهم حياد. والتغيير اللي قاعد يصير شفناه يعني أثر على المؤسسات التعليمية، وصار عندنا يعني مثل طوفان من التعليم الحكومي إلى التعليم الخاص، والتعليم الخاص أغلبيته يتكون من يعني يا مناهج بريطانية أو مناهج أمريكية. فيعني ضروري إنه يكون في وعي اتجاه هاي التغيير اللي صاير في التعليم. فعلًا إن التعليم التقليدي ما عاد مؤثر بالمستوى اللي كان عليه، بس ما زال له تأثير، وما زال مساحاته يعني فيها هامش للحراك، فيها هامش للتغيير. فضروري إن نركز على التعليم الحكومي والتعليم أيضًا يعني الخاص اليوم. الشيء الأخير اللي بضيفه أن المؤسسات التعليم العالي أيضًا يعني متواطئة مع التطويع، خاصة يعني عندنا في الحالة القطرية المؤسسات اللي الجامعات اللي من الغرب جاية، فيعني تحصل عندهم غالبا حرية التعبير وكأنه يعني شيء مهم جدا، إلا لين بدأوا الطلبة يتكلمون عن مثلا القضية الفلسطينية أو عن المقاطعة الأكاديمية، فيصور أن الحديث عن المقاطعة وكأنه يعني انتهاك للحريات، وهو طبعا كلام فاضي. فيعني وكان يعني كانت مساحة هاي المؤسسات لاستضافة أكاديميين إسرائيليين، وكله من استخدام يعني خطاب أن التعليم دولي والمعرفة دولية والعلوم للكل. ويعني مرة ثانية أحب أني أكرر، التعليم مو محايد، التعليم دائما يكون جاي من موقف سياسي أيضا، فتفريغ المعرفة من السياسة خطأ لازم أن نواجهه في طريقنا لمحاربة مقاومة التطبيع، خاصة في المؤسسات التعليمية والمجتمع. شكرا جزيلا. وللأسف الحديث يطول، ويعني هناك الكثير من النقاط التي ودنا التطرق إليها، وإن شاء الله سنتطرق إليها في لقاءات قادمة، بس الآن يعني إحنا وصلنا إلى الوقت المحدد لنا. أحب أن أذكر أولاً أن هاي الجلسة سيتم رفعها على نفس هاي الرابط في اليوتيوب، فستكون متواجدة مسجلة. وفي الختام حبيت أن أشكر جميع المتحدثين وفريق العمل لهذا اللقاء، الأستاذ أحمد الغسرة وأيضاً الدكتور طلال الرشود شاركوا، وسيكون لنا لقاءات قريبة أخرى إن شاء الله. يعني هاي ستكون بداية سلسلة من اللقاءات إن شاء الله نتناول في كل واحدة منها موضوع مختلف، وبعض المواضيع طرحت هنا ولكن ممكن نتعمق فيها أكثر في اللقاءات القادمة.
فيعني أظن إن شاء الله سيكون هناك لقاء سيتناول الجانب التاريخي والإرث التاريخي وكيف ممكن نبني عليه. لقاء آخر ممكن أيضاً أن يبني على التواصل مع الجمعيات والجهات المختلفة المتواجدة في فلسطين أم في العالم العربي الأوسع، وممكن أيضاً حتى التطرق على مستوى كل دولة بشكل منفرد. ومرة أخرى ودي أن أركز على نقطة العمل الجماعي وأن نتكاتف ونحاول قدر المستطاع أن نعمل بشكل جماعي مع بعض. ففي كل دولة طبعاً تتفاوت من دولة إلى أخرى، ولكن بالإمكان التواصل مع الجهات والجمعيات المتواجدة في كل دولة. وطبعاً فليعذرني أني لا نستطيع أذكر الجميع، ولكن ممكن أيضاً أن أذكر بعضهم سريعاً. فمثلاً في قطر شباب قطر ضد التطبيع، في البحرين هناك جمعية مناهضة التطبيع، وأيضاً شباب لأجل القدس والعديد من الجمعيات الأخرى. في الكويت هناك العديد والعديد 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 من الجمعيات، من الائتلاف معنا هنا في بي دي اس كويت، وهناك طبعا الكثير الاخريات اللي ممكن التواصل معهم. في عمان ايضا في بي دي اس عمان، وايضا من ودها العمل ممكن ان يتواصل معنا على مستوى الائتلاف، فنحن نرحب بجميع الافراد ان يعملوا معنا، وهناك الكثير من العمل الذي بالامكان القيام به. ومره اخرى نحث الجميع ونركز على قضية العمل الجماعي والتواصل، فالأيام القادمة صعبة، لكن هذا يجعل العمل الجمعي أكثر إلحاحاً. إذ تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرة، وإذا افترقنا تكسرت أفراده. وشكراً جزيلاً لكم على المتابعة، ونستضيف إن شاء الله في لقاءات قادمة أخرى، وتحياتي لكم جميعاً.